لاحظت حاجه على السوشيال ميديا ما فهمتهاش ما يعني حتى لما حاولت ادور وراها ما فهمتهاش في مجموعه من جماهير نادي الزمالك تهاجم او تنتقد احمد مصطفى زيزو في مجموعه تانية تشيد وتدعم احمد مصطفى زيزو قعدت الف وادور واروح واجي وادور مش عارف فين المشكله او فين الحكايه اولها واخرها بس زمايلي النهارده في الإعداد قالوا لي إنه الحكايه إن أحمد مصطفى زيزو عنده عروض من قطر والإمارات للاحتراف بعد نهاية هذا الموسم وإن اللاعب واخد قراره إنه يحترف. واخد قرار إنه يحترف. بس مش هياخد أي خطوه إلا بموافقة إدارة نادي الزمالك. فكل ده كلام محترم. يعني هو لو عنده رغبه إنه يحترف براحته. كل اللاعبين عايزين يحترفوا. كل العبيد عايزين ياخدوا فلوس أكتر.. براحتك